قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، نشر الحساب الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع فيسبوك منشورا مثيرا للجدل. المنشور الذي يدعو للتصويت لحزب الليكود في الانتخابات للحفاظ على أمن إسرائيل جاء فيه: يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة غانس وليبرمان، حكومة يسار علمانية ضعيفة ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا أطفالا ونساء ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا. النائب العربي في الكنيسة ورئيس القائمة المشتركة التي تنافس في الانتخابات المقبلة أيمن عودة اعتبر هذا المنشور عنصريا وتحريضيا بحق العرب، وبحسب بيان صادر عنه توجه إلى ممثلي شركة فيسبوك وطالبهم بإزالة هذه الرسائل ومعاقبة نتنياهو. فيسبوك استجاب لشكوى عودة واعتبر منشور نتنياهو مخالفا لقوانين الموقع. وقال المتحدث باسم فيسبوك، يقول: بعد مراجعة أنشطة حملة الليكود وجدنا انتهاكا لسياسة مكافحة خطاب الكراهية، نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام الحساب لمدة 24 ساعة، وفي حال حدوث أي انتهاكات إضافية سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة. إلى جانب ذلك، تقدم مركز عدالة القانوني المعني بحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بشكوى باسم القائمة المشتركة أمام المستشار القضائي للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وأصدار بأمر يمنعه من مواصلة نشر التحريض واستخدام العنصرية كدعاية انتخابية لمخالفته القانون. مشاهدينا، حملة نتنياهو الانتخابية حاولت أن تنأى به عن اتهامات العنصرية، وأعلن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن المنشور نشره موظف في الحملة دون علم نتنياهو، كما تم حذفها فور اطلاع نتنياهو عليها. وفي لقاء مع إذاعة إسرائيل كرر رئيس الوزراء نتنياهو الكلام نفسه وقال إنه تم إصلاح هذا الخطأ بسرعة، أو ذلك الخطأ بسرعة. اتهامات نتنياهو بالعنصرية تأتي في وقت يسعى فيه لحشد التأييد أو حشد الأصوات خلال الانتخابات المقبلة، وذلك لضمان احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء. في 50 ثانية نستعرض لكم أهم الحقائق بشأن هذه الانتخابات.